والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت في كلام الله، خلق كل شيء قدره تقديرا بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي الآية التي تلوناها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي السنة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.